بعد سيناريو ارتفاع أسعار الخضر والفواكه التي أنهكت جيوب الجزائريين منذ بداية شهر رمضان، الدور في آخر أيامه على المواد الأساسية ومستلزمات الحلويات العيدية بأنواعها. طلعوا بزاف ماشي شوية. يا دي زوغمونطاسيون كي ديباس لي 50% في لي برودوي. لومبالاج كو سوا برودوي ولا لومبالاج إلا ديباسي لي 50% في لي زوغمونطاسيون. دونك سي ديفوني اكسيسيمون شار. لو ساشي تاع 1000 ولا 2000 دينار اللي كان مقبل 1000 دينار. الفارينة، الزبدة وشوكولاتة الجلاساج التي تعد الأكثر طلباً التهبت أسعارها، أما باقي المستلزمات كالمكسرات فهي لمن استطاع إليهم سبيلاً. مش من الحلوى، الحلوى كي يستقاموا؟ الحلوى ما كاش حلوى ما ديلاش فارينة، ما كاش حلوى ما ديلاش سكر، ما كاش حلوى ما ديلاش زيت ليدام، كي يستقاموا؟ فوالا. براتيكمون كلش، ما كاين حتى أوكان برودوي ما طلعش، كاع لي برودوي طلعوا. que ce soit l'emballage, que ce soit le carton, l'aluminium, par rapport les produits, semaine, tout ce qui est produit dérivé des produits laitiers, كل زاد. تجار يرجعون سبب الغلاء لارتفاع الطلب عليها في هذه الفترة، غير أن الزبونات لهم رأي آخر. غاليين، كلش غالي، شي غير دوزن تاع الحلوى، كلش. كل عام تقولي للعوام اللي جازوا، كل عام يزيدوا، على وحدة كي تحب دير حلوى مسكينة تحصل. علاش ولاو دوك الناس ولاو يكومونديو الحلوى تقول لك سام بروفيا موان شيخ على اللي نشري الدوزان تاع الحلوى ايتو نشريها طالعه كون نخسر فوالا الشراوي يديروا يلزم ديري يلزم اللي عنده دراري اللي عنده فال. غلاء مستلزمات الحلويات وتكلفتها الباهظه دفعت بالكثيرات الى العوده للحلوى التقليديه التي لا تكلف وصفاتها وتحضيرها الكثير حفاظا على عادات عيد الفطر بحلوياته التي تزين الموائد.